طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. وين حكومتنا؟ حكومتنا كلها تبعي، ماكو واحد طلع شريف. والله ملينا الهي، خذ الواحد وخلنا نخلص وخلي الدوله لهم، اعطونا دوله نروح لها ونعوض لكم العراق. يا بشار دون من عندنا. مشكلة العراق ايران، هاي وحده. نعم إيران. والثانيه الاحزاب الشيعيه الموجوده بالعراق. عمي خي يطلعون، ما ريتهم عم يطلبوننا. يعني ما يمسمم، غذاء ملوث، بيئه تعبانه، شنو وين نروح؟ وين نطلقون؟ ناس النيل يا سيدي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقه عن واقع التعليم في العراق مع بدء العام الدراسي الجديد. الواقع التعليم في العراق واقع متردي كما هو معروف. بالنسبه للجامعات، العراق خارج التصنيف العالمي في تصنيف الجامعات، يعني حتى معروف انه التصنيف العالمي كل سنه يشمل تقريبا 500 جامعه حول العالم، احنا حتى بالالف ما موجودين. حتى بالألف جامعة ما موجودين. أما على مستوى وزارة التربية فحدث ولا حرج، اليوم الطالب يجي إلى المدرسة ما يلقى بها لا رحلة ولا حمامات. المدرسة الصف بها تقريبا يعني أكو صفوف توصل إلى 60-70 طالب، الرحلة إذا موجودة رحلة طبعا يقعد عليها 5 طلاب 4 طلاب، وهي تتسع لاثنين بس. وشفنا صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيف أن هناك مدارس يعني طلابها أول ابتدائي ثاني ابتدائي، هذا الطفل اللي جاي بعد داخل مدرسة جديد يجد نفسه جالس على الأرض لأن ماكو رحلة بالمدرسة. أما المدارس الطينية فحدث ولا حرج في العراق، بعدنا إحنا في يعني العام 2018 القرن 21 مدارس طينية والأطفال في المدارس يجلسون على الأرض فارشين قواني، اللي جايب ويا سجادة قاعد عليها، وإحنا داخلين على فصل الشتاء. نريد نأخذ مقتطف في بالتحديد في مدينة كركوك. البارحة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عامل النظافة، مع احترامنا لعامل النظافة، عامل النظافة يقوم بتدريس وتعليم الطلاب. السبب ليش؟ كادر تدريسي ماكو. خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع نكمل الحديث. انما الانسان لا يعلم. انت معلم؟ يقولون وقتي. انت شو شغلتك هنا بالمدرسه؟ خدمي. خدمي؟ اي. جاي تدرس؟ اي. ليش؟ ماكو معلمين. في اي صف؟ ثاني. ثاني؟ يلا. يلا يلا. العراق وطني. انا عراقيه. نعم، يعني شفنا عام النظافه يدرس الطلاب بسبب يعني نقص الكوادر التدريسيه. طبعا هذا المقطع في مدرسه الامه العربيه بمنطقه العمل الشعبي في مدينه كركوك، وشفنا الطلاب ثاني ابتدائي شلون الصف صغير وشلون مليان بالطلاب. يعني الواقع والله واقع مزري. مجلس بغداد أكد بأن ازدياد تنقلات الكوادر التدريسية لمركز المحافظة سبب ارتفاع الدروس الشاغرة في مدارس أطراف العاصمة بغداد. أوضح المجلس بأن عدم وجود كوادر تدريسية في مدارس أطراف العاصمة تسبب بزيادة الدروس الشاغرة وتراجع المستوى التعليمي فيها. وكان مجلس محافظة بغداد قد حمل في وقت سابق وزارتي التخطيط والمالية مسؤولية عدم إكمال المشاريع المتعلقة ببناء المدارس في العاصمة، مبينة بأن المحافظة بحاجة إلى بناء 3000 مدرسة
لفك ازدواجية الدوام الثلاثي. اليوم عندنا ثلاث دوامات بالعراق، من ال 12 من العفو من ال 8 لل 12 ومن ال 12 لل 3 وللساعة 4 ومن الساعة 4 إلى الساعة 7. هذا ما صاير بالعالم كله، مدرسة بيها ثلاث دوامات، هاش قد تحتاج إلى عفو كادر تدريسي، قد على عدد الطلاب في هذه المدرسة أو تلك. اليوم بحسب أرقام وزارة التربية وأرقام وزارة التعليم، الحكومة إذا تحدثنا عن عام 2017 ثلاث مليارات أو 2018 ثلاث مليارات العفو ثلاث تريليونات وتسعمائة مليار دينار عراقي تم تخصيصها على التعليم في عام هذا عام 2017. يعني 2% فقط من الناتج الإجمالي، 2% فقط الإنفاق على وزارة التربية بلغ تريليون ونصف تريليون، وعلى التعليم 2 تريليون و400 مليار دينار عراقي. المبلغ هو المبلغ ليس بقليل، ولكن عندما معروف أنه قياس الإنفاق على التعليم مقابل الإنفاق على وزارة الدفاع في أي دولة في حول العالم، هذا هو المعيار. يعني المعيار أنه أنت شقد تنفق، 2% من الناتج المحلي قليلة جدا، وبنفس الوقت المبلغ ليس بقليل. يعني مع الصرف على وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، هذا صرف ليس بقليل، ولكن الفساد اللي موجود في كافة الوزارات العراقية يمنع من بناء مدارس جديدة، يمنع من دخول الجامعات العراقية في التصنيف. الجامعات العراقية نجي لها نسولف عليها وحالها من العام 2003 ولغاية الآن. خلونا الآن في واقع تعليم الابتدائي والمتوسط الثانوي. خلونا نشوف هذا المقطع اللي يتحدث بأحد الطلاب عبر برنامج مع الناس اللي تبثه قناة الرافدين. هسه فلشوا مدارسنا وما نقدر ندرس، ما نقدر ندرس، صفوف ماكو، بحيث 75 طالب بالصف ما نقدر، يعني يطب لنا ما نقدر نفتهم اصلا. يعني شلون هسه كهرباء ماكو، بحيث تجي تطب للصف ما تقدر، عرقان من الحر. شنو هاي؟ هاي تظل هيك بس فهمونا، يعني نريد حل، احنا نريد حل، شلون ماكو حل؟ هاي انتم هاي المليارات وين قاعد تروح؟ وين قاعد تروح فلوس النفط وين؟ بس قلوا لي. هذا طفل في المدرسه يتحدث بهذه اللغه بهذا الوعي، ده يقول له 75 طالب في الصف، كهرباء ماكو، يقول لك وين ده تروح المليارات؟ هذا الطفل العراقي يتساءل عن المليارات وخيرات العراق الى اين تذهب. طبعا اذا تحدثنا على ارقام المعلمين اللي موجودين، عدد المعلمين والمدرسين في وزاره التربيه 130,000. يعني على مستوى العراق هم بحسب التعداد أو تعداد سكاني ما موجود بالعراق، ولكن يعني كأرقام فعلية، ولكن تخمينات أنه يصل إلى 35 مليون، خلينا نقول 30 مليون. 130,000 معلم ومدرس قليل جدا، 130,000 معلم ومدرس قليل جدا بمستوى يعني عدد الطلاب ونفوس العراق بشكل عام. واليوم اليوم تعيينات ماكو، يعني هذا العام ما تعين في العراق بسبب والله قال لك عندنا أزمة اقتصادية. عندنا بالتعليم العالي 116,000 أستاذ جامعي. الجامعات عددها 87 جامعة، 35 فقط حكومية و52 أهلية. 35 فقط جامعات حكومية. خلونا نشوف المقطع الثاني اللي تتحدث فيه امرأة حول واقع التعليم في العراق. يعني شنو من مدير التربية هو ما يجي يشوف المدارس خطية، يوم ما يروح وحده واقعة، يوم يطيح سيراميك، يوم يجون على ماء ياخذون بطالة يردون يشيلون، ما يقدرون يطلعون المدرسة يشربون ماء ويجون عايفين دروسهم. المعلمات يفرفحان ويسوان، المديرة تفرفح، ايش بيدها المديرة؟ ايش بيد المعلمات؟ حتى ماي ماكو المدرسه، يعني المفروض يخلونهم براد هنا، ماي حار ماكو اصلا، ماي مدرسه وجديده ومحسوبه على هالدوله هذه. شنو من المدرسه هذه؟ الاسباب ما هي الاسباب اللي يعني الاسباب شنو هي غير الاسباب؟ يعني المدرسه حاره، المدرسه لا كهرباء، السيراميك يوم طايحه وحده، الدرج يعني الطابق الثالث اكو يعني صف سادس
صغيرة تروح الطابق الثالث، لكن يوم جتني واقعة مكسورة. يا خاله يا شنو المدرسة هذه؟ لو مخليها على القديمة أحسن لنا. طابق واحد أحسن. والله هاي المدرسة هسه القديمة لو ظالة أحسن، يعني ليش بقوا فلوسها وشردوا؟ يعني هم هذول الحزبية، هذول العراقيين، هذول اللي مخليهم من يروحون فدوة لتراب صدام، الذبن بالقاع. تجابهم على صدام، كلهم ذولا إرهابية، كلهم حرامية من غير دولة ويجون. هيك أردحكي والله. من اللي بيحفظكم وش الدولة؟ من هو؟ انطيني يا كان صدام من يقولون اجى صدام، الناس كلها صح بنروح بالدم نفديك يا صدام. يا يفدون يا هو يا سلابات هنا اجى هنا من الحله من بغداد، طرق المدرسه، شاف المدرسه، شاف الفقره. شنو هو؟ المن طبوا؟ خلي يشوفون هنا، خلي يطبون يشوفون معاناه، يشوفون الزبايل. خلي يشوفون الزبايل ايش قدها تتكوم، عود يجون البلدين نعطيهم 1000 1000 خطيه يشيلون الزباله. حتى رواتب ما قاعد يعطوهم. يا خاله يعني من الساعه 8 احنا مصلوبين هنا. والله تعالوا لبزركم. اي نجي لبزرنا احنا، يسوون حل هم. احنا قاعد نقطة مرات نشترك بألف دينار، شنو الألف دينار؟ هم شو يريد يسوون بهالألف دينار؟ لا يردون يشتركون، احنا نشترك. ما عندنا مانع. حتى لو ما عندنا، حتى لو نقدم نعطي يعني كل بشر نعطيه خمسة خمسة في سبيل يسوون لنا حل. خلي يسوون لنا كهرباء للجهال. يعني يوم تجيني واقعة يما ما عاد تروح ورد أقرأ ما أقدر. لأن شبيه تقول كهرباء ماكو، حاطين دفاترنا ونهفي. نعم، يعني مأساة مأساة. هذه في مدارس بابل طبعا. مثل ما أشرنا قبل قليل، الناتج المحلي فقط 2% منه للتعليم، بينما وزارة الدفاع في العراق أضعاف أضعاف هذا الرقم، أضعاف هذا الرقم. يعني حتى المساعدات الدولية اللي تجي من الخارج للإنفاق العسكري، ما سمعنا في اليوم هناك إنفاق أو تم يعني تحديد وإرسال مساعدات عينية أو مالية للتعليم في العراق، لرفع مستوى التعليم في العراق. الوضع المتدهور في التعليم منذ العام 2003 ولغاية الآن، وزارة التربية، وزارة التعليم لم تقم بواجبها بشكل صحيح يوميا. يعني قبل كم يوم أكيد سمعتوا بأنه العراق يخرج من تصنيف جودة التعليم بالنسبة للرياضيات. يعني حتى التعليم الابتدائي العراق اليوم يخرج من التصنيف الدولي بسبب ما نشاهده وما نشوفه. وكلنا عندنا اللي عنده ابن واللي عنده أخ واللي عنده أقرباء في المدارس أو في الجامعات، ونسمع ونشوف شنو اللي دا يصير في التعليم في العراق. معنا اتصال أحمد من هولندا. تفضل أحمد. مساء الخير. مساء النور، حياك الله، يا اهلا بيك. خير حبيبي، الله يبارك. وسهلا. اذا ممكن مداخله بسيطه. تفضل عيني. تفضل احمد. حبيبي تفضل. بالنسبه للتعليم بالعراق بنشوف احنا هنا من خلال شاشات التلفاز، من خلال قناتكم الفضائيه الموقره. نعم. نحكي والله ما ادري ايش نحكي ايش نقول. التعليم بالعراق يا اخي يعني وين نبدي وين ننتهي؟ التعليم بالعراق انتهي. التعليم بالعراق واصل مرحلة مثل حالة مثل حالة الحكومة التعبانة المزرية. نعم. يعني البارحة دا أشوف ما أعرف يمكن قناتكم أو قناة أخرى في محافظة بابل. نعم. سوي لقاء مع الطلاب، يعني طالب عمره صف أول ابتدائي صف ثاني ابتدائي يتكلم بحرقة. نعم. يتكلم كلام وكأنه هو عمره 18 سنة واعي. نعم، عرضناه قبل قليل. نعم. بالضبط، بده يحكي الواقع، يعني واقع المدارس اللي ببابل واقع منتهي، واقع مزري، لا رحلات، لا 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 جدران براسها خير، لا يعني ماكو شيء، ماكو شيء يذكر. نعم. طيب لما تجي للواقع تقيس بينه وبين هولندا، هنا هولندا يدخلون الطالب من عمره 4 سنين يدخلون المدرسه تاهيلي الى ان يوصل عمره 5 أو 6 سنين. نعم. اوكي، كل الامور متوفرت له، كل الاجواء متوفرت له، يعني ولا كان رايح مدرسه رايح مزهر. بعد ما كان التعليم اللي بالعراق بعد ما كان تصنيفه التعليم الاول بالشرق الاوسط. نعم. لحد الباحث كنا نتكلم بهذا الموضوع انا وصديق هولندي، اللي انا كنت اسمع بالعراق بالسبعينات والثمانينات او بالسبعينات بالاحرى بدايه الثمانينات وصولا للتسعين، قال لي كان تعليمكم ذاك الوقت التعليم الاول بالشرق الاوسط. قلت له والله هيك كنا احنا بالعراق زمن صدام وقبله وقبله وقبله. قال لي شنو اللي صار؟ قلت له شوف عينك هذه الاخبار، شوفها واحكم عليه. نعم.
قال لي مع الاسف احنا نتحصر. قال لي احنا كنا نروح سفرات للعراق، كنا نطلب زماله على دراسه العراق، كنا نطلب زماله بجامعه بغداد وغيرها وغيرها. نعم. قلت له هذا الحال اللي وصل بيه. مع الاسف. شو نريد نقول؟ بعد ما كنا اول صرنا الاخير، انت مو الاخير، ضينا بالاخير، صرنا تحت الصفر يعني. نعم. احنا اليوم هذا نشوف الساعه الشاشه مدارس طينيه بالعراق. مدارس طينيه. اخي طينيه يعني شفناها تخبرت، قلت هاي وين احنا؟ بافريقيا؟ جنوب افريقيا احنا؟ حشا جنوب افريقيا وناس طيبين تستغرب احنا. مدارس طينيه، مدارس ايرانيه هسه طلعت لك جديده، ولا الكرفانات اللي طلعت لك هسه جديده اللي هي بعز الصيف لا تبريد ولا كل شيء فيها. طيب هاي الطالب، الطالب شلون يقعد فيها؟ يقبل واحد هم من ولد الحكومه ولد المسؤولين يقعد بهيك رحله ويقعد بهيك جو ويقعد بهيك حر ويتحمل هيك شمس بهالشيمكو هذا وما بها تبريد يقبلون؟ نعم. لكن المشتكى لله، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم بالله والقادم افضل، وما عندنا غير امل بالله سبحانه عز وجل، وما نقول غير العراق يرجع ان شاء الله يا رب ويرجع يصير ان شاء الله. أشكرك أحمد من هولندا كان معنا. خلونا نشوف المقطع الثالث اللي يوضح واقع التعليم في العراق. احنا اليوم جايين نطالب بالكهرباء والمي لهاي المدرسة، وشي ثاني المدرسة ثلاث طوابق، يعني طالب من يصعد وينزل كلش كافة عالية، حتى المعلمة من تصعد وتنزل كلش كافة عالية، يعني من تصعد عرقانة والدور الدرس شي يصير بحاله، حتى ما له واسي يدرس يعني المعلم، والطالب ما بعد ما يستوعب من كثر الحار ايش طلعت؟ خليه يوفرون لهم الكهرباء، تقول المديرة يوصل الكتاب للتربية ما يصدق، ليش؟ يقول ما معترف بيها، لا شلون تداوم الطلاب هنا؟ هذا طالب ومسؤول من عندك اذا صار بيه شيء مو تجي تشتكي عليك انت التربيه؟ سوي لها حل خطيه هذا الطلاب، اعتبرها هذول بناتك، اعتبرهم ولدك، اعتبرها عائلتك هنا موجوده، ما توفر لها الكهرباء؟ يعني هسه ابسط شيء بالبيت انت ما توفر الكهرباء لعيالك؟ اعتبرها هاي عائلتك، وفر لهم هم خطيه، هم جزء من التعليم هذا، لا شلون تريدون من عندهم نجاح؟ شلون تريدون من عندهم معدلات؟ هم حق الطالب. الله لو بدرهم خلوهم بالاهلي. شيء ثاني بعد ما يسعوا بالطالب قام يتجي المدرس الخصوصي، الاهل المن يصيرون؟ يصيرون كتب، يصيرون دفاتر، يصيرون قرطاسيه، يصيرون مدرس خطوط، المن يصير؟ ملابس مدرسه يردون من عندهم، مصرف مال يوميه هم يريد من عند الطالب، هذا المن يصير؟ يقولون اكو ناقص يعني بالكادر التدريسي، وفرهم اكو خريجين، انا وحده من الناس خريجه من 2003 لحد الان ما متعينه، مدرسه مال تحياء. عينونا احنا الخريجين، وفروا فرص عمل لنا هم من عينكم ونعين جهاتنا. هم نشيل من عندهم، انا بالنسبه لي رجل عاطل عن العمل، وانا مدرسه خريجه من 2003 لحد الان، ماكو تعيينات، وقاعده ايجار، وفروا لنا فرص على ما احنا الخريجين انطونا، انطونا منها نشتغل بها، نعيش لكم ونعيش عائلتنا بها، وهم نفيد الطلاب. روح طب للمدرسه وشوفها. روح شوفها، شوفها شنو حالة المدرسه. حتى الطلاب ما يخطئ، شنو كل طالب شايل له بطل مي يشيل بيه. هم خطيه. يعني اذا بنت خلصت ميه لازم انا اجيب البطل ميه يرجع للمدرسه. ينقلهم الغير مدارس، مدارس هم رايد لها خطوط. هم ماتين كل خط 25,000 بالله. يعني خريجه احياء من العام 2003 ولغايه الان ما متعينه، وعندنا نواق، عندنا نقص في الكوادر التدريسيه ان كان في التربيه او في التعليم. تصور في ظل حكومه العدل الالهي كما يسميها قيس الخزعلي، في ظل حكومه حزب الدعوه. يعني والله اذا الطالب ما يلقى بنايه مدرسه جيده وما يلقى مقعد يجلس عليه ولا يجد نظافه في المدرسه ولا حتى حمام، خلينا نحكيها حتى حمامات، اكو مدارس يعني مقفله فيها الحمامات لان مو نظيفه، والطالب طالب في الاول ابتدائي ثاني ابتدائي هو ينظف الصف وينظف المدرسه يجبر من قبل المعلم او المدرس، شلون راح يصير له واهس هذا الطالب حتى يشجع ويكون طالب مميز ويحب المدرسة؟ هذا هو من أحد الأسباب اللي تجعل الطالب يهرب من المدرسة، تجعل الطالب ما يروح للمدرسة، ربما يوصل ثالث ابتدائي، رابع ابتدائي، سادس ابتدائي وبعدين يبطل، وتجده حتى ما يعرف يقرأ ويكتب. متابعة الكوادر التدريسية يعني اليوم في ظل احنا 15 سنة، يعني في ظل الوضع وفي ظل التعليم المتردي، ما عندنا متابعة للمعلم في أي دولة. لازم المعلم كل سنة كل سنتين يخضع إلى
اختبارات، يخضع إلى دورات حتى يتقوى يواكب الوضع. عندنا اليوم عندنا معلم ومدرس إنجليزي ما يتكلم إنجليزي، عندنا معلم رياضيات ضعيف بتوصيل المادة إلى الطالب بسبب أنه تخرج في نفس البيئة، إن كان معهد معلمين أو كلية، تخرج في نفس البيئة اللي جت بعد الاحتلال بسبب الواقع المتردي، وطلع مدرس أو معلم ضعيف. طبعا مو الكل إحنا، بس يعني هناك، يعني هناك كثيرين من هذه النماذج. معنا اتصال أبو مصطفى من الموصل، تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون المدارس بالموصل؟ شلون المدارس بالموصل أبو مصطفى؟ تحت الصفر. أستاذ مصطفى، تعاني كل المدارس من أول ابتدائي إلى آخر كلية. نعم. أزمة كادر وأزمة كتب، والكتب يغيروها. نعم. زين إحنا افتهمنا، أنتوا يا أساتذة الكبار اللي توضعون المناهج، من الله ينتقمكم شر انتقام. زي كلفة الدولة ملايين الدولارات في استنساخ هذه الكتب. زين أنتوا عش كل سنة مغيرين المنهج. هذا كله يمشون على خطة اللي مبرمجة من قبل المجوس لهم حتى يتعبون الطالب والأستاذ في العراق، وخاصة احنا هسه نعاني معاناة كبيرة. 100 طالب بالابتدائية في صف واحد، يعني كل أربعة على رحلة، ماكو مجال، يريدون من المعلم والمدرس أنه ينتج أو يطلع بنتيجة. تعال أنت، بعض المشرفين يجون، المشرف أيضا منهمك. نعم. الرزائل اللي فيه ترزل بها من قبل التربية والتربية وهكذا الأعلى. نعم. يقول لهم يابا تعالوا، أنت لما تقول تعال تقوم 40 دقيقة الفرصة الدرس على 100 طالب، زين أنت متى من اللي يقدر يلحق 40 دقيقة يفهم له 100 طالب بالصف الأول أو الصف الثاني؟ نعم. هذا جانب. جانب آخر، كتب ما تجي إلا بعد فوات الأوان. القرطاسية ما تلقى إلا بعد نصف السنة، كل سنة يلا نستلمها. لأن أنت يا حكومة يا حرامية، أنت مو حكومة حرامية، أفتهمني دكنوا برصاف، يعني خلا أقل يأكل عميان يأكل برصاف. أنت من نجي ننظر إلى الكليات، خريجين كليات أكثر من 2,000,000 خريج موجود في العراق، كلهم بحاجة إلى المدارس ضالة. بناء المدارس أكثرها ما قبل الدواعش على قولتهم، لحد الآن ما مبنية ما كاملة، يبقوها يبيعها أول واحد يستلم يبيع على الثاني يبيع على الثالث، وإلى الثالث ما يقدر يكمل، الكلفة تكون أقل وتقف البناء. الأبناء المدرسية في التربية ليش تعملون هذا العمل؟ ليش تبيعوها؟ ليش ما تحصلون حصرا؟ أنتوا على مش مهندسين؟ أنتوا بالأبناء المدرسية شنو شغلكم؟ ما تطلعون أنتوا تشرفون؟ والله كل من يجي بيطحد بحد، عراق تايه، بس الله له معيشه ووقفه. شلون نقول على ارجع اقول على وجه العرب؟ نفس الشيء استاذ مصطفى، ماكو التعليم مزدري ومتردي في العراق سنه بعد سنه. نعم. يعني لو تنظر للعراق تقول هذا مو تعليم، هذه مخزله مهزله. نعم. اسمعني استاذ مصطفى. عمر معك، اسمعك واضح. العفو عمر، سلام. نعم. عمر. حياك. العراق منتهي على ماشي على الأسوأ مو على الأحسن. نعم. والناس كلها تعرف هذه، لكن الشعب لا حول ولا قوة، اليوم كله نايم وخايف من الميليشيات ومن إيران ومن أمريكا، وفوض أمره لله. نعم. ماكو قاعدة تبني حتى تقوم كل الجماهير تنعن أمهم مع أبوهم، ونعن أبو كل من تآمر العراق من العرب والمسلمين، ولا الكفر احنا هذا منتهين منهم حتى يسمعون. نعم. كل المسلمين والعرب، وخاصة العرب، خاصة. نعم. العرب اللي حامدين يديهم لذول المجوس. من الله خلق المجوس؟ من القيامة؟ من أول؟ من أبونا آدم؟ الله أعلم. من بعد أبونا آدم هم حاقدين على العرب الحقراء، ولو ماكو عرب هذاك التاريخ. أنا أقول لك إن كثر ما تطفر مرار تهني يقول هذا الكلام. أشكرك أبو مصطفى من الموصل كان معنا. خلونا نشوف المقطع الآخر اللي يوضح واقع التعليم في العراق. الحكومة ما يعني ما لها دور اكيد ببناء المدارس، لانه هسه اغلب المدارس تفلشت وهي ما كانت يعني تحتاج التفليش، يعني واعداد بحجة انه بناء مدارس جديدة اعداد طلاب كثرت، ف
ماكو نتيجه، ماكو نتيجه من الحكومه. اللي نطلبه احنا من الحكومه، احنا كاولياء امور يعني، هاي حال اولادنا شنو؟ شنو ذنبهم؟ بهيج كرفانات، بهيج كرفانات يعني بلد 2018 بلد نفطي يحتاج يعني مدارس كرفانات. اكيد هسه مدارس اكو بالجنوب يعني كرفاناتهم يعني اسوء من هاي الكرفانات، فجهود المدير يعني المدير اصلا مشكور على مجهوده انه سوى هيك مدرسه نظيفه صحيه كرفانات، بس شنو الفائده؟ هسه اكو مدرسه مقابل هاي المدرسه ما بها كهرباء، لا مي ولا كهرباء، مقابل هاي المدرسه وبناء 2017 كملت بالبناء الايراني صحوله، مدرسه مقابل هاي المدرسه لا تقدر تتصور، لا مي ولا كهرباء بها. ولحد الان ما مستلمتها التربيه وقاعد يدامون بيها، لا مي ولا كهرباء، يعني بالليل مثلا بالشتاء راح يجي الشتاء بالليل ما عندهم كهرباء. بالصيف يعانون من الكهرباء، مي ماكو. مدرس ياخذ بطل يروح يغسل مثلا بهاي المدرسه مقابل هاي المدرسه. فيا ريت يعني الحكومه تشوف هذا اللقاء، ويا ريت يعني تعطي اهميه لهيك مدرسه. ومو بس هاي المدرسه، كل مدارس العراق اللي تفلشت وما انبنت. مدارس كرفانات، لا مي ولا كهرباء بالمدرسة الأخرى، يسموها بناء إيراني بانيها احتمال شركة إيرانية وما بها لا مي ولا كهرباء والطلاب يدامون بها. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، ناخذ المقطع الاخر الذي يوضح لنا حال المدارس في العراق وحال الطلاب. اكثر المدارس هسه حاليا هي مدارس الحكوميه اللي مزدحمه، اللي اعداد طلاب توصل لاعداد كبيره ما توافق ويا عدد ويا الرنج اللي موجود بالمدارس. عندنا مشاكل بالمدارس هوايه، الكتب تتاخر، قرطاسيه ماكو، النقل، النفايات اللي موجودة حول المدارس. أصبحت المدارس الحكومية مدارس طاردة للتلميذ، يعني التلميذ ما ممكن أنه يقاوم بهيك جو دراسي. حتى الساحات صارت الساحات شبه معدومة بالمدارس. تحولت أكثر الأهالي بدأت تتجه بالنسبة للأغنياء، اتجهوا للمدارس الأهلية، والمدارس الأهلية بها محفزات أكثر للتلاميذ لأولياء الأمور، لكن في نفس الوقت هذه يكون بها عبء على المواطن. احنا نتمنى من الحكومه انه هاي المدارس اللي انشاتها، وهاي احدى المدارس اللي امامكم اللي باشرت بها وافرحوا المواطنين بوقتها، حتى يشيل الزخم عن هذه المدارس، المدرسه المجاوره، لكن انه بنت هيكل وصار لها قرابه الاربع سنوات على هذه الوضعيه تشوفوها، وبدت حاليا حتى تتاكل. نعم، شاهدنا هذا المقطع الذي يتكلم فيه هذا الرجل ويوضح بأن حتى المدارس يعني تعاني من قلة الساحات، مدرسة ساحة محدودة فيها. اليوم الكثير من العراقيين أولياء الأمور هم اللي يشترون الكتب الدراسية للطلاب. قبل وزارة التربية هي توزع كتب للطلاب، اليوم الطالب هو يروح يشتري، أبوه ياخذه ويشتري. زين هاي الكتب منين جتي إذا مو يعني مسؤول بالتربية أو مدير أو متنفذ قام ببيع هذه الكتب، أخذها من مطابع وزارة التربية وباعها بالسوق السوداء حتى يجي والد الطفل أو ولي أمره حتى يشتري له هذا الكتاب ويروح يدرس به. إذا تحدثنا على الجامعات في العراق، جامعات في العراق مثل ما تحدثنا أنه الجامعات، جامعة بغداد كانت من ضمن التصنيف العالمي
طبعا في القرن الماضي، اما من اجوا الجماعه يعني خلص، يعني التصنيف العالمي يشمل 500 جامعه حول العالم. اليوم العراق حتى بالالف ما موجود، خارج الالف، خارج الالف تصنيف الجامعات العراقيه. جامعه بغداد هذه الجامعه العريقه اليوم غير معترف بها في دول العالم. ابو ياسين من بغداد، تفضل ابو ياسين من دياله. السلام عليكم. نعم، علي صوتك شويه، تفضل ابو ياسين. حياك الله يا عمر. حياك الله، يا اهلا بيك، اهلا وسهلا بيك. انا اول شيء احمد الله سبحانه وتعالى انه هاي القناه اللي دراسه دخلت في بيوت اهلنا في الجنوب، وهذا واقع القناه، وهذا لهج شيخنا الجليل الراحل المرحوم، ولهج القناه هذه انا اعجل السنه الشرفاء واخوان الثقوب اللي احنا لا ارهابيين ولكن وطنيين وندافع عن وطنيتنا. فاليوم يسرنا جدا اليوم مع احترامي للشرطه الذي اصبح اليوم تصير حراميه، هاي الصوره مستوى الثاني بالعراق تدفع للصراخ الحراميه. انا اذا السؤال الحرام عنده اخلاق؟ لا، عنده شرف؟ لا، عنده مبدا؟ لا، عنده عقيده؟ فهذا هو هذه اخلاق الحكومه العراقيه ما بعد 2003. هذا التعليم الفاشل تدفع على الاحزاب الساقطه اللي جت من ايران شرائط ايران. ويسرنا جدا انه هذا حاسمين على اهل السنه، هذا محمد اقبال هو اسوء وزير تربيه ما بعد هذا الايراني وش اسمه اللي راح من زويل. هذول هذا التعليم يا اخي للاسف احنا كابتن انه هذا تعليمنا بعد 2018 هذا على العراقيين ولا نبض عمره من حتى الميزانيه كانت تلميذ 44 ديرام دولار اليوم 86 ولا نروح نصور مدارس بحسب حال مستوى الشعب لكن ياخذ الراس حراميه فاسدين. هذا اللي يردون المرجعيه وهذا اللي يردون ايران، يردون شعب جاهل. يعني الطفل يروح المدرسه هذا حال الطفل وتطلب من طلاب كتاب الاستاذ يروح يشتغل وتطلب من مصدقه معاده، لا اخلاق لا صحيات على قولته لا تعليم، تعليم فاشل لان المعلم اصبح ما يخاف. ما يخفي المعلم يلعب رجع على رجل لا قلت ماكو، وهذا الطالب واحد من برا اللي عنده فلوس يروح برا تعليم في المعاهد في البيوت وما عنده لا راي حتى في المعلم تاخذ. انا مستوى العراق اليوم اخ عمر زدت نسبه النجاح 18%. نعم. والله صدام الله يرحمه كان الواحد يعطش بالبصر يجري فيه، والواحد يجون الداخل يجري فيه، داخل النظام يتصرف على من داخل. لكن الواقعي هو يحكي يتحدث عن نفسه يا اخ عمر، كان رئيس النادي دول المدارس دول التربيه دول المستشفيات يفتح في درجات يشوف فقط شعبه، حتى اليوم عندنا كم عدد من الدفاعي عبد السلام، للاسف الشيء دول نظر العيون السله، للاسف المنطقه وزاراتهم للجنة الحوار تبع الوزارة يفتح باب ناس طاقة ناس ما يستحون، يعني إذا أنت ما عندك مكون يعني أنت يا فاقد يا عسام يا فاقد يا ما عندك مبدا، أنت جيت مو بس من مكان صراع الفعل، أنت من تجي وتروح تبرع وزاراتك في إيران هذا أصبحت حكومة إيرانية بحتة. فأنا عمر أقسم بالله لا تعني بعد ولا صحة ولا كل شيء بالعراق إذا ما شعرك يتحرر. اخواني لا تستنزلون ورا مقتدى ورا المدريد الشفاهي حكم من حالهم. طبعا ما كنا نقول هذا سني وهذا شيعي، لكن اليوم تكشفونه وتسمعونه بلاناتهم الحكومه لم تتحدث عن موضوع الشيعه سنه، فهذا كذاب من اخواننا عن العراق. شوف حال الجنوب شنو هو؟ شوف حالكم شنو في الجنوب؟ انتم استقلتوا طلعتوا من الاعراض، يعني انتم عندكم 50 شهيد على حالشين على ماي بارد، يعني ايش قاعد تسووا؟ لما يقصوا فيكم ما عاد واحد يحضركم لان لو سكتوا اخوان انطلقوا اجعلوها استفاضه اجعلوها مقاومه. ما في هذا حالكم بالجنوب، بس احنا والله اعتبرتونا سنه تنطلق بحثيا اعتبرتونا ارهابيه اعتبرتونا دواعش، لكن انت حالكم بالجنوب شنو؟ البصل غير البصله، هذا يبين من المرجعيه شنو حال الكلب لو النجف، وهذا اسوء حال حشودي ضد حكومه شيعيه. احتراما للمذهب انا ما اتحدث عن المذهب، لكن يا اخوان خدعوكم وهذا اسم التشيع، هذا التشيع الطفوي، هذا ايران وغيبه العراق، غيبه تتوسط من بغداد يكبر فقط الشمال في الدكه من حتى غزاخ ابو عمر من الاقليم هو كان الاحتلال ترى واضح يا عمر، الاحتلال امريكا واسرائيل تقصد على الشمال وفي ايران
هاي حكومتها على انصار وقت الشعب انصار هاي الخيانة لأنه راح استخدم ناس فاسدين وهذا اللي راح استخدمهم أكبر مثل ما يمكنك أكثر من الشرف ونأخذ مع الدولة من الشرف حتى لو دعاية للعبادة وشين عبادي لعبادة اسمه هاي النصار. نعم أبو ياسين أنا أشكرك أشكرك أبو ياسين من ديالة كان معنا. طبعا أضف إلى الواقع المتردي للتعليم في العراق من جانب البنايات، من جانب مقاعد الدراسة، من جانب المناهج الدراسية، من جانب ضعف الخبرة التدريسية في العراق، نقص الكوادر التدريسية إن كان في التربية أو في التعليم. يعني مدارس ابتدائية إحنا نشوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطمية تصير بيها بالمدارس بالساحات، يعني وين التعليم اللي هو بعيد عن كل موضوع مذهبي وكل موضوع محاصصة وموضوع أحزاب؟ لطمية مدارس ابتدائية شلون يصير التعليم صحيح؟ يعني كل هذه الأمور والنوب تجي لك أمور يعني تنقلب المدرسة الابتدائية إلى 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 لطمية. طالب طبعا يلقاها ونسى، يقول لك يا درس يا بطي خليني ألطم ويا ذولا. شلون تقبل المديرة؟ شلون تقبل المدرسة؟ شلون تقبل التربية؟ لأن هم الجماعة هم يحبون اللطم. هذه مسألة. خلينا نجي نتحدث على الجامعات. اليوم الجامعات العراقية نفس الحالة، الجامعات العراقية تحولت إلى وكر إلى الأحزاب، تحولت إلى طائفية واضحة ومحاصصة واضحة جدا في الجامعات العراقية. اليوم اللي مقرب من حزب معين يستلم عمادة كلية، يستلم أستاذ جامعي، اللي مو مقرب لا يحارب. كنا احنا طلاب في الجامعة 2004 و2005 يعني ما شاء الله هناك أساتذة اجوا من خارج العراق، كانوا أصلا خارج العراق خبراء، يعني لحد الآن أتذكر أحد الأساتذة كان خبير في الاقتصاد، اجى من لندن على أمل أنه يقدم شيء إلى العراق. ما طول الرجل أقل 4-5 أشهر تم اغتياله. طبعا منظمة بدر في ذلك الوقت اغتالت. إذا تحدثنا عن الاغتيالات فيعني الأرقام بالمئات وليس بالعشرات، هذا بالنسبة للجامعات. إحنا نحكي خروج العراق من التصنيف العالمي كما أشرنا، حتى بالألف ما موجود جامعة بغداد. جامعة بغداد من المفارقات اللي أتذكرها، أستاذ كان يدرسنا في جامعة القاهرة، أستاذ ماليزي يتحدث اللغة العربية في مركز الدراسات الماليزية، يقول إنه أنا في 81 طلعت من الأوائل، طلعت من الأوائل، فليطلع من الأوائل يبتعث إلى جامعة مرموقة. قال فكان التنافس بينه وبين زميلي اللي نفرق بالمعدل أنا وياه نصف درجة، هو أعلى من عندي بنصف درجة. يقول هو انقبل في جامعة بغداد، يقول المدينة كاملة احتفلت به لأنه قبل في هذه الجامعة العريقة. تخيل وين كنا وين صرنا. اليوم جامعة بغداد ما معترف بها، يتخرج من جامعة بغداد ما معترف بها، أصبحت الجامعات مظاهر فقط، يجي الطالب فقط يكشخ ويفوت إلى الكلية أو الجامعة. وطبعا يعني هو الوضع يقول لك أنا يعني شو أسوي، هو هذا الوضع اللي موجود. يعني بالنسبة للغش والنسبة يعني الغش في الامتحانات حدث ولا حرج. أحلى شيء قبل يومين وزارة التربية والله أقطعوا الإنترنت 10 أيام في العراق لمدة يمكن ساعتين أو ثلاثة حتى نمنع الغش في الامتحانات. يعني هذا إنجاز، إنجاز عظيم مع الأسف. أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. أم عبد الله تسمعيني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. طبعا هذا الموضوع أستاذ ترى يعني بتش يعني أنا كوني كمدرسة حسيت بألم العراقي وألم الطفل وألم التلميذ اللي يعانوا نتيجة عدم وجود تعليم. نعم. إحنا عشنا في حالات سابقة، السنوات السابقة اللي قبل الاحتلال كان عندنا يعني أقدر أعتبر إحنا بنينا عراق، وهذا يرجع إلى ولي أمر العراق اللي كان سابقا. إذا من يكون ولي الأمر العراق يعني يهتم بأبنائه، طبعا راح تكون مدارس جيدة، خدمات جيدة. بس الآن هم من الجانة من 2003 إلى الآن واحد أمر من الله، واحد يجيبنا أصلا قسم ما مخلصين دراسة، أكثريتهم بالبرلمان الفضائية اللي طلعوهم 150 وصارت عرصة عليهم أصلا ما عندهم شهادات.
قسم ما يعرف ما عندهم حد يعني أميين أميين يعني هذا راح يبني بلد يعني شلون هذا يعني هذا يقهر والله يبكي خليت أبكي إلى أنجلت بس أم عبد الله بعدش بالمجال التدريس لو طلعت على التقاعد لا والله طلعت على التقاعد نعم هسه قبل صلي سنتين سنتين شلون الوضع يعني أكيد تقريبا من 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 نعم يعني فترة سنتين جدا قريبة وكذلك قريبة المدرسات اللي وياك شلون الوضع أكيد في مدارس بغداد يعني كانت احكي لنا على الوضع حاليا البداية المعاناة اللي كانت يعني من 2003 كانت بداية المعاناة الشعب العراقي يعني نعم. فورقة ماكو دفتر ماكو يعني تدريس مو ذاك التدريس نعم ترى يعني احنا شنو الاسباب؟ احترامي واحتجاجي نعم. للمدرسين نعم. وحتى الموظفين ترى احنا هم عندنا علينا مشكله انهم ما نهتم بالوضع نعم. قليل الناس اشوفهم ان يهتمون اكثريتهم يعتبرون الوقت هو ملك للفرد يعني ما يعتبروه هو ملك للدوله او ملك للوطن او ملك للتقدم فيدمون الموبايلات ويحشون وهذا ترى احنا هم من علينا يعني شكوى في على ضمائرنا يعني نعم. وبعدين بالاضافه الى هذا هسه الوضع يعني شو ما شوفه يعني ما يمكن يتصلح فاحنا السبب احنا كعراقيين بس الغيره ما يعني مع الاعتذار لهي الكلمه نعم. لان الغيره من تروح انتهى العراق فبقى على الشعب العراقي ترى المدرس بنى بيبني بس اللي فوق المدرس والمسؤول عن الدولة ومسؤول عن البيت العراقي هو ما متحمل المسؤولية نعم يعني فشلون راح يصير الوضع يعني شيء مأساوي ترى مأساوي خاصة التدريس خاصة نعم. التدريس إذا التدريس انعدم انتهى العراق انتهى العراق نعم حياتي لك شكرا أم عبد الله من بدر طبعا التعليم في كل الدول عندما تكون الدولة تريد تتقدم لازم تهتم بالتعليم لازم الميزانية تكون يعني عالية جدا المخصصة للتعليم يعني بشكل عام كان تربية احنا عندنا في العراق او وزارة التعليم العالي طبعا بعيد عن الفساد والسرقة هاي اذا اكو فساد وسرقة فما راح يبقى منه شيء يعني نتحدث في حالة العراق معنا اتصال ناصر من بغداد تفضل ناصر مرحبا استاذ حياك الله يا هلا بيك تفضل ناصر تسمعني انقطع الاتصال كل أمة وكل شعب يريد يتقدم لازم يهتم بالتعليم التعليم نمبر 1 لازم يضعه في الأولويات قبل حتى الدفاع يعني أوكي أنت عندك قوات مسلحة وكذا وتصرف عليهم مو يعني أنه أنت كل سنة تضاعف الميزانية إحنا ذاك اليوم تحدثنا في الحلقة يعني ما أدري كم تريليون دينار خصصت فقط للحشد الشعبي وحالة التعليم في العراق في تراجع وفي تردي يعني مستمر الدول يعني احنا سيقول لك بمن تقارن انت يعني معقولة جاي تتحدث بس اذا تحدثنا عن ارقام يعني خلينا نحكي مثلا على 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 الدول الخليج يعني نفس الامكانيات اللي عند دول الخليج هي تصدير النفط والعراق كذلك يصدر النفط دول الخليج ميزانيتها عام 2017 للتعليم 150 مليار دولار 150 مليار دولار يعني دول الخليج الآن أصبحت تتقدم على العراق في مجال التعليم تخيل وين وصلنا أما إذا تحدثنا على دول أخرى فراح تقول لك أنت وين رحت رحت كلش بعيد ناصر عاود الاتصال معنا تفضل ناصر نعم مرحبا أستاذ حياك الله يا هلا بك التعليم بالعراق استاذ انه حورب من قبل العناصر الفاسده بالعراق خصوصا انه بعض الاحزاب الدينيه نعم. تريد الشعب متخلف يعني الشعب يعرف انه الحكومه العراقيه تريد الشعب متخلف حتى تكون السيطره عليه بسيطه ولذلك انه تحاول انه تدمر من خلال التعليم انشات المدارس الاهليه المدارس الاهليه تعرف هاي مكلفه للطالب نعم. مناهجها مو ثابته واحيانا ما يعترف بها بالدراسه فأصبح التعليم بالعراق متدني أستاذ عمر. نعم. فإحنا اللي نقوله إنه على الحكومة العراقية إنه نتراعي مشاعر المواطنين وحضارة العراق حضارة العراق يعني معروفة إنه دول عربية بالدول العالمية
حضارة عريقة متحضرة بنفس الوقت، رغم الحضارة الشعب العراقي متحضر، لكن الآن خلوا الشعب العراقي متخلف. غايتهم أنه الإيحاء بأن الشعب غير ناضج وغير كفو وغير مؤهل، متعمد الحالة من أجل استدلاله. لكن نعم. عندي معلومة أستاذ عمر حتى أحكي لك اليوم، أكو معلومة. نعم. عندنا بالديانة الإسلامية، بالديانة الإسلامية مكتوبة أن على طلع على راشد والمرتشي، رحت استشرعت السيم أحد علماء الدين. وتحديدا بالكرامية، ما أقدر أعطيك اسمه. نعم. بيا منطقة؟ تقاعد طلبت من عندي. بيا محف في بغداد نفسها. في بغداد وبالكاظمية، وهسه أنا بالكاظمية، أنا تقرر أكثر بالكاظمية. نعم. اليوم إلا شنو رحت استشرعت عنده. نعم. قلت له دائرة التقاعد. ودائرة التعويضات طلبت من عندي رشوة، فحلال أنطيهم رشوة وإذا جاوبني يقول لي حلال أدفع الرشوة. قلت له زين، والله يقول لي على طلوع على الراشد والمرتشي. قال لي لا حلال وبشهود جماعة وموثق أصحاب. فأنا إذا أسفتت الرشوة قدام العالم أنه حلال بعد، يعني أعتقد القرآن ما أعتقد، استغفر الله أنه نعم. هذا اليوم، وهذا ممثل مع المرجعية مع السيد السكاي اليوم هذا الحديث. نعم. حتى تكون على بينة أستاذ عمر. نعم. ممثل المرجعية هذه اليوم جاوبني قال لي ادفع رشوة مالك أي شغلة أنت. نعم. زين. فأنا بس حبيت أنقل لك هاي المعلومة حتى تكون قناتكم المحترمة والشعب العراقي على صورة واضحة ما تفعل المرجعية إذا هي تحلل الرشاوى، إذا الفساد الإداري مباح. نعم. يعني بدل ما تحرم، بدل ما تحرم الرشوة طلع فتوى إلى. حللت. إيه. اليوم تحللت. يجوز وقت ما عندك استاذ، يجوز وقت ما عندكم. نعم. والله العلي العظيم حللت، حللت وقال لي ما يخالف، هذا حكي اليوم 18/10/2018. هذا حكي اليوم صعب الا سلف. الاسم عندي واذا طلبته انا بامكانيه حتى اواجهه واقول له انت قدام فلان وقدام فلان انطقت عليه حكي. نعم. اخاف ينكر بعد. فاذا نعم. اصبحت الرشوه حلال فاقرا على العراق انتهى والله. والله نعم. اليوم خيبه امل صارت عندي، حتى انه ظلت صار عندي مثل انشداح لما الواحد يحل بالقران محرمه وانت تيجي تحللها يا دين انت ما اعرف. انا شكرا، اشكرك استاذ، اشكرك. لا اله الا الله، انا اشكرك، اشكرك ناصر من بغداد كان معنا. خلونا نقرا هاي الرساله. يقول السلام عليكم، تحيه لك اخ عمر. يقول الحكومه الايرانيه اللي تحكم، هي اللي تحكم العراق، تريد من العراق ان يكون متخلفا حتى لا يصبح خطر عليها. العراق كان من اوائل الدول تطورا وازدهارا. العراق أخرج عباقرة في زمن صدام حسين. يقول معك سامي من هولندا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين التي تحدثنا فيها عن واقع التعليم المتردي في العراق مع الأسف. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.